أطلقت دائرة البلدية والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان مسحاً ميدانياً مشتركاً في جميع مناطق إمارة أبوظبي، يستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة ما لم يكن عدم استغلالها لسبب لا دخل للمستفيد به، وكذلك على المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها. أوصى خبراء بضرورة تعزيز ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل لدى جيل الشباب والاستثمار في الأجيال المقبلة بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071. وأوضحت جمارك دبي أنها أولت الشباب وتأهيلهم وتوظيفهم أهمية قصوى، كما حرصت على تعزيز ثقافة الابتكار لدى موظفيها وتكريم المبدعين والمبتكرين بصفة دورية، واعتمدت تشكيل فريق شباب جمارك دبي بهدف استشراف المستقبل في تطوير العمل الجمركي. جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها فريق شباب جمارك دبي بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام. عقدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وناقشت اللجنة آلية عملها المتمثلة في توفير كل ما يختص بالتجهيزات الإدارية والتقنية واللوجستية المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومتابعة كل ما يلزم لضمان تنفيذ الانتخابات وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.